زيارة سمو ولي العهد حفظه الله إلى الصين أثمرت توقيع 7 اتفاقيات متعددة تضمنت عدة مجالات تهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين دولة الكويت والصين. الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين ستشكل نقلة نوعية في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والمدن الإسكانية وميناء مبارك، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد في البلاد. فتح آفاق جديدة في مجال التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة تجلى بشكل واضح بعد توقيع 7 اتفاقيات ثنائية بين البلدين. الزيارة هذه جدا مهمة بتمثيلها بحضورها، طبعا تمثيل ممثلة باسم سمو ولي العهد لتوقيع 7 اتفاقيات. اتفاقيات مهمة جدا لدولة الكويت، ويعني يمكن بالإعلام موجودة اللي خاصة في وزارة الكهرباء والمي، هي مشروع الطاقة المتجددة. وهذا المشروع نتطلع أن النفذة بالكويت منذ سنوات. هذا المشروع هو عبارة عن عمل محطة طاقة متجددة باستخدام الألواح الشمسية والتكنولوجيا المرافقة لها، وهذه لإنتاج الطاقة البديلة النظيفة. وهذه طبعا لها جانبين، الجانب الأول لإنتاج طاقة، الجانب الآخر لتوفي بالتزامات دولة الكويت بتطبيق الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاث الكربوني وغيرها. تحقيق المنفعة المتبادلة للمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين الصديقين وتعزيز سبل التقدم والتنمية من أهم أهداف الاتفاقيات الموقعة. الزيارة هذه أضافت الكثير بالنسبة للعلاقة الصينية الكويتية وفيما يتعلق بالاتفاقيات بوجهها بشكل عام. اليوم تم توقيع 7 اتفاقيات بين الجانب الكويتي والجانب الصيني بحضور سمو ولي العهد حفظه الله والرئيس الصيني، وكانت من ابرز هذه الاتفاقيات اتفاقيه ميناء مبارك يعني بناء ميناء مبارك وادارته من قبل الاخوان الصين من قبل الصينيين، وكذلك الطاقه المتجدده، وكذلك الاسكان بناء مدن اسكانيه في شمال الكويت. طبعا تم التوقيع على اهم الاتفاقيات 7، هذه 3 اتفاقيات، ونأمل إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وقدرته إن شاء الله أن تمشي هذه الأمور بانسيابها مثل ما هو مترتب لها. راح تصير هناك في مدن إسكانية بالشمال قريبة من ميناء مبارك والأمور هذه كلها، وإن شاء الله يكتب اللي فيه خير إن شاء الله لنا والمواطنين الكويتيين بشكل عام إن شاء الله. اتفاقيات واستثمارات شهدها الجانبين الكويتي والصيني يعكس التناغم الاقتصادي بين البلدين الصديقين. موفي التلفزيون دولة الكويت من مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية، مناير القلّة.